ارتباطا بندوة مونديال قطر 2022، نسعد في مركز أخبار قنوات الكأس الرياضية باستضافة السيدة نجلة الجابر رئيس أنظمة وسياسات النقل البري بوزارة المواصلات. رح فيك بداية سيدة نجلة، كيف تقيمون تأثيرات نهائيات كأس العالم على قطاع المواصلات في الدولة؟ بداية شكرا جزيلا على الاستضافة والاهتمام بتغطية موضوع تأثيرات كأس العالم ونتائج وثمار الاستضافة على قطاع النقل والمواصلات. للأمانة بخصوص تأثيرات كأس العالم واستضافته على قطاع النقل، انعكست بدرجة كبيرة على ثقافة استخدام وسائل النقل العام، وهذه من أهم التأثيرات اللي حصدناها. بالنسبة لنا كانت تحتاج خطوات ومجهودات كبيرة، اختصرت علينا الكثير من المجهودات والكثير من الموارد من أجل استقطاب السكان لاستخدام وسائل النقل العام وتعزيز ثقافة استخدام وسائل النقل العام، بحكم أن البنية التحتية لهذه الوسائل حديثة إلى درجة كبيرة وجزء منها حديث. أيضا اختبار الكفاءة والمرونة بالنسبة لمنظومة النقل وشبكة الطرق، هذا أكسبنا خبرة كبيرة حقيقة، حتى إدارة الحشود وإدارة الطلب على النقل واختبار القدرة على إدارتهم حقق استفادة كبيرة بالنسبة للوزارة. صحيح. إذن السيدة نجلة، ما أهم مكتسبات قطاع المواصلات وتحديدا في فترة التجهيز للمونديال؟ للأمانة فترة التجهيز كانت يعني فرصة ذهبية بالنسبة لقطاع المواصلات تحديدا، بسبب أن نساعد على تسريع مشاريع الإنشاءات الخاصة بالبنية التحتية الخاصة بالنقل بما فيها شبكة الطرق، المواقع الخدمية والحيوية المرتبطة بمنظومة النقل مثل محطات المترو ومحطات الحافلات. أيضا يعني حشد الموارد هذه ساعدنا على توسيع نطاق التطوير للأمانة، حتى أنظمة النقل ومسائل السياسات المرتبطة بالنقل، تطوير السياسات الخاصة باستخدام الطاقة النظيفة على مستوى قطاع النقل، الممارسات والمعايير العالمية وتبنيها، هذا للأمانة ساعدنا بدرجة كبيرة في تحقيق الكثير من الإنجازات لله الحمد. نعم سيدة نجلة، يعني دائما قطر وعدت يعني منذ فوزها باستضافة كأس العالم بأن هذه البطولة ستكون إرثا مستداما ليس فقط لدولة قطر بل حتى للدول النامية، وبالتالي كيف سيتم الاستفادة من شبكة المواصلات سواء نتحدث عن طرق أو نتحدث عن جسور وأنفاق وحتى الوسائل الأخرى من مترو وشبكة الحافلات كما ذكرت، كيف سيتم الاستفادة وكيف سيتم تطوير هذا الإرث لخدمة الجيل الحالي والأجيال القادمة؟ بدون شك استفادة كبيرة بمشيئة الله، لله الحمد ما حقق من إنجازات فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية الخاصة بمنظومة النقل يتبنى المعايير العالمية التي تضمن أو يعني تشمل على متطلبات الاستدامة، وهذه نقطة مهمة جدا تم مراعاتها في مختلف وكافة تقريبا المشاريع الخاصة بتطوير منظومة النقل بما فيها الخطة الشاملة للنقل لتضمن الاستمرارية. احنا تحدثنا عنها يوم أمس خلال الندوة، الخطة الشاملة للنقل خطة دشنت في 2022 وهي امتداد لخطة النقل الشاملة المنبثقة من الخطة العمرانية الشاملة في 2008، فهذا لا في امتداد تاريخ رؤية قطر 2030. طبعا بدون شك تخدم رؤية قطر 2030، وبالنسبة للخطة هذه تمتد في التخطيط إلى سنة 2050، وبذلك هي تشكل أرضية من أجل عمليات التخطيط بحيث أن هي تضمن استدامتها واستمراريتها وشمولها أيضا في نفس الوقت وتكامل الجهود اللي تعمل على التطوير. ونقطة جدا مهمة تتعلق بتبني سياسات وممارسات استخدام الطاقة النظيفة في مجال النقل جدا مهم، تقليل الانبعاثات. والأمانة بطولة كأس العالم كما تعرفون كانت يعني بطولة لله الحمد، يعني كانت البطولة الأولى من نوعها المحايدة للكربون، واستخدمت فيها الحافلات بنسبة 25% من الحافلات الخاصة بالبطولة كانت تعتمد على الطاقة النظيفة. بحلول 2030 إن شاء الله بتكون جميع الحافلات تعتمد على الطاقة النظيفة إن شاء الله، وحتى الحافلات اللي كانت تعتمد على الوقود كانت تعتمد على الوقود منخفض الانبعاثات. نعم حقيقة سيدة نجلة احنا فخورين يعني بكم وبما أنجزتموه حقيقة على مدار هذه السنوات والصورة المشرفة التي ظهرت بها دولة قطر في هذا القطاع تحديدا وباقي القطاعات. شكرا لك سيدة نجلة الجابر.